بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الوطن وقائده وجيشه ورجاله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في نظرة متأنية لهذه الآية المباركة نرى أن الله اقتلع من صدور المؤمنين الغل، يعني الحقد، وهم يتطلعون إلى الملأ الأعلى ونفوسهم زاكية، وذلك أنهم يستعدون للصعود إلى عالم الصفاء. والحاقد يشقى بعقله، وفي خضم الشقاء يتجاهل الحق والدين. والله أمر في تزكية النفس فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولقد أوجد الله تبارك وتعالى الدواء وأنزل معه الشفاء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وذلك في الترقي إلى مدارج التكامل النفسي، عندما يكون الإنسان نقي القلب، كما قال السيد المسيح صلوات الله عليه: طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. وإذا كان ذلك فإنه لا بد للعاقل أن يعكف على تلاوته وتدبره ودراسته وفهم معناه. دعا الله تبارك وتعالى جميع الناس لذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اعتنى الإسلام في تزكية النفس وتطهير القلب من المفاسد، وذلك أن الإنسان الذي ينقي قلبه يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات عن غيره من أولئك الذين يتقوقعون في الأحقاد المسمومة والمكائد المسمومة. الحاقدون يخسرون أنفسهم، لأن جذوة العاطفة الإنسانية لديهم قد انطفأت، وإنه لعار ولقبيح على ذلك الذي يعطل مفهوم العقل ويظل في ترديه بالأخطاء واستمراريته عليها. وذلك أن هذا الشخص الذي يستمر على أخطائه يلقى يوما لا ريب فيه، والله تبارك وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتجاهل الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية التي نزلت إلى الأرض لتذكير الإنسان أنه مكلف في أوامر الله واجتناب معاصيه، لأن من الأوامر المحبة، وهي رابطة نفسية وعفوية أخلاقية تتغلغل في أعماق النفس، يعني ما يلان المحبوب إلى الحبيب، لأنه مليان الحب إلى الحبيب، ميلان القلب إلى من أحبه. وهذه المحبة إذا شغلت قلبه فإنه لا مجال لوجود الكراهية في صدره. الله تبارك وتعالى عندما نقى صدور المؤمنين ينبغي علينا أن نفهم أن في تنقيتها الرحمة والمحبة. والنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه قال: أضمر الرحمة لخلق الله يرحمك الله. وفي حديث آخر: كن في الناس بالحلم كالأرض تحتهم، وبالسخاء كالماء الجاري، وبالرحمة كالشمس والقمر، فإنهما يطلعان على البر والفاجر. الأحقاد ينبثق عنها الحروب وقتل الأنفس البريئة واغتصاب النساء وقتل الأطفال. يذكرني ذلك بذلك الحاقد الذي ذبح أمه في الرقة
وغيرها من المناطق التي ترى أن فلانا يقتل أباه، كل ذلك بسبب قسوة القلب. وكما قيل: قست القلوب ولم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. فكل قلب خلا من المحبة الحجر أفضل منه، لأنهم عبروا عن الماء بالرقة، وعبروا عن الحجر بالصلابة. فالقلب القاسي لا يمكن أن يكون مستويا مع الحجر القاسي، لأنهم في هذا العصر عصروا الحجر واستخرجوا منه الماء، ولكن هذا القلب القاسي كيف يمكن أن يعصروه وهو خال من الرقة والمحبة والرحمة والهداية؟ والله سبحانه وتعالى طوب على لسان الأنبياء القلب الرحيم، فقال: طوبى للمتراحمين. والله وصف نفسه بالرحمة، الله ذو رحمة واسعة، ووصف بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة ما هو شامل وما هو خاص. أما الخاص، الله يخص برحمته من يشاء، وإذا كان ذلك فلا بد أن نعبر بالرحمة على الفقير والمسكين والمحتاج، وأن تنظر إلى الجار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وآله وأصحابه: ما آمن بي، ما آمن بي، ما آمن بي. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. لاحظ أنه سلام الله عليه لم يذكر طائفته ولا عشيرته ولا عائلته، وإنما قال الجار. وهذا دليل على إنسانية الإنسان عندما يضحي في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال عز شأنه الرفيع: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن دل على شيء فإنما يدل على إنسانية الإنسان. وهذا ما نقرأه أيضا في الكتب السماوية. فمثلا نقرأ في إنجيل متى: سئل عيسى المسيح صلوات الله عليه عن القريب، فقال: أرأيت إلى ذلك الذي ذهب إلى المدينة ووصل إلى الساقية واعترضه اللصوص وعروه من ثيابه وانهالوا عليه ضربا وخلوا سبيله ورحلوا، فمر عليه الكاهن رآه ينزف فأعرض عنه، مر عليه أحد الصيارفة رآه ينزف فأعرض عنه، مر عليه السامري فضمض جراحه وستر عورته وحمله على دابته وجاء به إلى الفندق وأنفق عليه مالا وقال لصاحب الفندق أن يبيت عنده متى يشاء الرحيل، ولكن عند عودته يعطيه إن زاد عليه مالا. فعندما عاد إليه قال له: هل بقي في ذمتنا شيء حتى نؤديه لك؟ قال: لم يبق شيئا. قال المسيح صلوات الله عليه: من قريبك؟ قال: الذي ضمض جراحي وستر عورتي وحملني على دابته واستأجر لي غرفة وهيأ لي طعاما. قال: كن مثله. لاحظ أن السامري في القرآن الكريم يذكر أن موسى وكز السامري فقتله لأنه أراد أن يقتل أحدا من شيعته، وهذا دليل على أنه لم يكن معتنقا عقيدة موسى صلوات الله عليه. والإنسان بإنسانيته كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الناس صنفان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق. فعندما يفكر الإنسان بأنانيته وتقوقعه على أحقاده فإنه ينصرف عن شريعة الله سبحانه وتعالى الجاء التي جاءت لإصلاح النفوس، وأيضا حضت على الإقدام على الأعمال الصالحة، وكذلك إعطاء الفقير والاستباق إلى الخيرات. قال الإمام علي عليه السلام: إن احصد الشر من صدر غيرك بقلعه عن صدرك. وفي حديث آخر: لا تقلع الشر من صدر غيرك وتنساه في صدرك. وعن عيسى المسيح صلوات الله عليه أنه قال: لا تدينوا
لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ يا مرائي انزع الخشبة التي في عينك ثم انظر القذى الذي في عين أخيك. وفي رواية أنه مر على 3 أشخاص قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، وقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: شوقا إلى الجنة. قال: حق على الله أن يدخلكم الجنة. ومر على 3 آخرين رآهم أشد نحولا وتغيرا، قال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قال: خوف من النار. قال: حق على الله أن يجيركم منها. ومر على 3 آخرين رأى وجوههم كالمرآة وهم أشد نحولا وتغيرا، قال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: المحبة. قال: أنتم المقربون. أن الله تبارك وتعالى قرب أنقياء القلوب الذين امتلأت قلوبهم بالمحبة، لأن القلب حرم الله. جاء في الحديث القدسي: قلب عبد المؤمن حرمي، وحرام على حرمي أن يسكنه أحد غيري. والذي أفهمه من هذا الحديث المبارك أن هناك بستان للإنسان كان يعيش فيه، وهو جنة المأوى، وعندما هبط إلى الأرض كان بستانا آخر وهو في صدر هذا الإنسان، وهو حرم لله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت هذا البستان حرما لله عز وجل، وأخرجت منه العلائق الفاسدة كالحقد والحسد والخصومة ومشاكل الدنيا الفاسدة، عندما تخرج ذلك من هذا البستان طوب الله لك بستانك الذي هو إلى جواره عند ملك مقتدر. لم يقل عند ملك، لأنك تكون أنت الملك ويكون الله تبارك وتعالى مليك عليك. وإننا في هذا العصر المبارك أن جيشنا العربي السوري تجذر حب الوطن في قلبه، فأصبح يبذل قصارى جهده في الدفاع عنه لتطهيره من الإرهاب والإرهابيين. أسأل الله تعالى أن ينصر جيشنا وأن يوفق قائدنا سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، وأن ينفعني وإياكم ممن قال في هذه الأحاديث المباركة التي جاءت بها الكتب السماوية، كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.